يا الله يا الله، سلام يا عليكم. الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بسماحة شيخ ولاية علي حسني، بشرونا عنكم. أهلا وسهلا إبراهيم عيسى، حياك الله. أفا، أنت من وين عرفتني؟ صوتك النشاز مبين. آه نشاز. طيب، عندك دليل من القرآن على وجوب اتباع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما ايه، سكرت ليه؟ سكرت ليه؟ مش بتقول نشاز؟ سكرت وجابونت ليه؟ سكر خط والله. هاتوه تاني، هاتوه. مش بتقول نشاز؟ تعالى بقى واثبت لي، اثبت لي وجوب اتباع آل البيت من القرآن. فبيكنسل، بيسكر خط عليه والله، لا يريد الرد، بيسكر خط لا يريد الرد. مالهمش الا في اللسان الطويل فقط، وفي السب واللعن وما شابه ذلك، ويسمي نفسه ولاية علي حسني. طب بتفر ليه؟ بتفر لي بما ان ولاية علي حسنك؟ تعالى اثبتها لنا من القرآن الكريم. نسأل الله السلامة والعافية. اسمه ايه بقى؟ مسمي نفسه ولاية علي حسني، صفحتي هي اعلام لمحمد وآل محمد. طب تعالى اثبت لنا آل محمد يقيم في قلعة سكر، قايم بدور نملة. وهذه صورته. نسأل الله السلامة والعافية. بس عرفني، الولد عنده الحاسة السادسة قوية. خلينا ناخد صورته الأول، خلينا ناخد الحساب كله كده اهو ونطلعه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم.